كنت عامل عادة بالبداية، فشاهد هذا الإعلان موجود على الفيس، موجود الصياني معهد عطاء، فسجلت فيه وما في فترة شهر دعونا وجينا لهون دوامنا، صرنا حاليا 4 شهور. طبعا هلا غين انا فتحت محل وكسبت خبره، وحاليا يعني هلا غين اي جهاز بيجيني على المحل فيني اني صلحه، فيني اني اشتغل بشغلات تانية تختص بالالكترونيات. سجلت بمهنة كوافيرة، نحن 13 بنت عم نتعلم هالمهنة، بطمح لبعد التدريب اني اصير كوافيرة واني افتح صالون، والتدريب الحمد لله كتير كويس وتعلمنا كتير.